السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد التقويم الفعال جزءاً أساسياً وجوهرياً في المناهج التي تدرس، ويتطلب من المدرسين دائماً أن يكونوا مدركين للسؤال: ماذا أريد من طلابي أن يتعلموا، ولماذا أقيم، وكيف يمكن استخدام معلومات التقويم؟ ينبغي أن يركز هذا التقويم بشكل أساسي على عمليات العلم وعلى المعلومات التي ترتبط بالواقع والحياة والتطبيق. التقويم يقوم على معايير محددة. التقويم الفعال يركز على ما تعلمه الطالب من المدرس، وعلى مدرس العلوم أن يحدد ماذا يقيم ولماذا يقيم، أو كيف يمكن استخدام معلومات التقويم. التقويم الفعال هو عملية تعاونية، واليوم مع إضاعات امتحانية عن كتاب الصف الثالث الثانوي العلمي لمادة علم الأحياء، حيث سنتناول دراسة خرائط المفاهيم، دراسة الحالات، حل المسائل الوراثية، وموضوعات تستحق الشرح والتوضيح. وفي هذا المضمار يسرني أن أرحب بالمدرسة نابغة السوسو من مديرية تربية دمشق، والمدرس جهاد خير بيك من مديرية تربية اللاذقية، ونحن على استعداد للإجابة على تساؤلاتكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم على الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. السؤال المطروح أمامي أستاذ: كيف يمكن أن نصمم أسئلة لطلابنا الأعزاء مبنية بناء علميا وتربويا ووفق منهجية، بعيدة عن التأويلات والاستفسارات المتعددة؟ أستاذ جهاد، ممكن حضرتك؟ هلأ تفضل. دكتور، مثل ما بنعرف نحن مناهجنا بنيت على أساس النظرية البنائية، وبالتالي منهاج مثل منهاج علم كتاب علم الأحياء للصف الثالث الثانوي العلمي، وحتى مناهج علم الأحياء بشكل عام بنيت على أساس المفاهيم، أي أن لكل درس هنالك مجموعة من المفاهيم وأهداف لعملية التعلم. نعم. فيجب أن تكون الأسئلة الموضوعة في الاختبارات أو حتى في الامتحانات النهائية أن تراعي عمليات الأسس والأهداف التي بنيت من أجلها هذه الدروس لتحقيق أهداف عملية التعلم. نعم. فبالتالي يجب أن تراعي هنالك معايير في وضع الأسئلة، أن تراعي الشمولية، أن تراعي مستويات المختلفة من الطلاب، الرسوم، المخططات البيانية. يعني لا يوجد وحدة دون وحدات أخرى، لكن يجب أن تكون شاملة ومتنوعة. يعني هنالك عمليات تطبيق مثل مسائل الوراثة، حل مسائل الوراثة مثلا. يعني أنا بشوف أنه وضع أسئلة لتقيس بنسميها نحن مستويات التفكير من الفهم والمعرفة والتطبيق والتحليل والتركيب. الأسئلة متنوعة، هنالك سؤال خيار من متعدد، هنالك وظائف أو مواقع أو ما زينتج، دراسة حالة، ربط بالواقع، مقارنات، وظائف، قد تكون هنالك خرائط مفاهيم أو حتى مخططات بيانية. فالأسئلة متنوعة وتحاكي كل مستويات الطلاب يجب أن تكون. نعم. ما رأيك في طلابنا؟ يعني أحيانا بدرسوا الكلمات دون الصورة. لا، هذا شو بتنصحن يعني بهالحالة؟ يعني أنت مثلا يجب أن يكون التعلم، أنا مسميه تعلم مجرد، نحن مثل بيقول يجب أن يربط الصورة مع عملية التعلم ويبني مفاهيمه وخرائطه الخاصة، فبتصير عملية التعلم بشكل أكبر، يعني بشكل أفضل. شكرا يعني. جزيلا على الإجابة الدقيقة الأنسة نابغة، الله يعطيك العافية. السوس، أنت من مديرية تربية دمشق، أهلا وسهلا بك. وأكثر من مرة حضرتك طلعتي على التلفزيون. في عنا بعض التساؤلات، يعني بدك الله أنت حضرتك بتفوت على الصف بتحطي لنا أسئلة، بتحطي في إلى معايير هاي الأسئلة طبعاً. اللي أنت بتحطيها حضرتك، تفضلي. طبعا أول شيء مساء الخير دكتور، مساء الخير لزملائنا الأعزاء، ومساء الخير للأستاذ جهاد.
هلأ عملية بناء الأسئلة أكيد يجب أن يكون هناك هدف معين من بناء الأسئلة، وهو قياس مستوى التحصيل العلمي للطالب والكشف عن قدرات الطالب وما اكتسبه من مهارات خلال دراسته المقرر الدراسي، وبالتالي تحقيق النواتج التعليمية للمقرر الدراسي. لذلك عندما يتم بناء الأسئلة يجب أن تشمل الأهداف العامة والخاصة للمقرر الدراسي الذي يقوم الطالب بدراسته. الأسئلة مثل ما ذكر زميلنا يجب أن تكون شاملة لكامل المقرر الدراسي، واضحة غير مبهمة، بعيدة عن التخمين أو الحدث، تكون متناسبة مع الوقت أو الزمن الامتحاني، تتناسب مع الفروق الفردية للطلاب، تتناسب أيضا. يجب أن تشمل مستويات التفكير، ليست فقط مستويات التفكير الدنيا كالتذكر، أيضا يجب أن تشمل التحليل، التركيب، التقويم. طبعا نحن مادة العلوم يستطيع المدرس أن جميع مستويات أن يبني أسئلة بها. هل هي حفظية؟ لا أكيد لا. إذا شو بتعتمد؟ بتعتمد على مستويات التفكير العليا كالتحليل، كالتركيب، كالتقويم، خارطة مفاهيم، دراسة حالة، تطبيقات المسائل الوراثية، وبالتالي أسئلة استنتاجية، ترتيب مراحل. هذه تعتمد على المستويات العليا من التفكير. شكرا جزيلا للإجابة. تسمحوا لي ألخص يعني الكلام اللي أنتم حضراتكم حكته، ممكن ألخصه حتى يعرفوا يعني الندوات هاي توجه لطلابنا، توجه لمدرسينا، كلياتنا عم نتعلم تحت هذا تحت هذه المظلة. إذا أول واحد ممكن أن يكون السؤال مبسطا بسيطا مباشرة، تجنب المقدمات غير الضرورية. ثانيا البدء بطرح السؤال، يعني أنا بفضل أن نطرح السؤال، لخص، فسر، أعطي رأيك. ممكن أيضا تستخدم في طرح السؤال اللي حضراتكم حكتوه عمليات التفكير العقلي العليا والدنيا، يعني اللي إحنا بدأنا فيها من الفهم والمعرفة والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم. أنا عندي 6 مستويات لازم تكون أسئلة الموجودة اللي أنا بدي أطرحها من ضمن هذه المستويات، من ضمن هذه المستويات الستة، من ضمن ينبغي أن أطرح أسئلة يعني فيها عملية برين ستورمينج، القدح الذهني، يعني لماذا وماذا وكيف. كتير هذا مو له دلالة في تدريسنا لمادة علم الأحياء. ينبغي أن نعتمد على طرح أسئلة في التقصي والاكتشاف. التقصي والاكتشاف، التقصي هو دائما بيعتمد على الجانب العملي، بينما الاكتشاف يعتمد على الجانب النظري. إذن السؤال الثاني المطروح أمامي كمان أستاذ، كيف يمكن أن نوضح المفاهيم؟ المفاهيم الواردة في كتابنا من خلال الدراسة التطبيقية والتجريبية. يعني أنا عندي مجموعة مفاهيم أستاذ جهاد. المفهوم هو عبارة عن تصانيف فكرية للأشياء حسب خصائصها المشتركة. يعني أنا عندي مفهوم له دلالته اللفظية، الاسم زائد الدلالة اللفظية. ممكن تعطيني مثال تطبيقي يستفيد منه مدرسينا ويستفيدوا منها طلابنا الأعزاء؟ تفضل حضرتك. ممكن على الجهاز إذا في إمكانية يعرضونا يا هالزملاء. تفضلوا. طيب هلا نحن لو أخذنا في عنا في الكتاب دراسة دكتور مثلا عن المفاهيم اللي هي بنسميها نحن في الفيزيولوجيا العصبية. لو أخذنا السؤال عند دراسة تنبيه عصبين وركيين لضفدع، الأول بدرجة حرارة 20 درجة مئوية والثاني في درجة حرارة 10 درجة مئوية، حصلنا على النتائج الآتية. إذا عندنا نتائج من حيث شدة التنبيه والزمن المتوافق معه في درجتي الحرارة 20 درجة مئوية و10 درجة مئوية. لو لاحظنا الأسئلة اللي موضوعة تحتها دكتور، حدد قيم الريوباز والكروناكسي والزمن المفيد الأساسي وزمن الاستنفاد، وما العصب الأكثر قابلية للتنبه ولماذا وماذا تستنتج؟ يعني لو أخذنا نحن هلا مثلا السؤال الأول، حدد قيم الريوباز. إذا المطلوب نحن بالنسبة لنا هلا بالسؤال الريوباز، لو أخذنا تعريف الريوباز، شدة محددة دونها لا يحدث أي تنبيه مهما طال زمن التأثير. يعني بالنسبة للتجربة الأولى في درجة حرارة 20 درجة مئوية، لو لاحظنا أنه أقل شدة موجودة عندي هي درجة شدة المنبه عند 2 ميلي فولت،
فبالتالي أصبح الريوباز في التجربة الأولى هي قيمة 2 ميلي فولت مهما طال زمن التأثير. فإذا الريوباز يساوي قيمته 2 ميلي فولت في التجربة الأولى. في الثانية في درجة الحرارة 10 درجة مئوية، أصغر شدة أيضا مهما طال زمن التأثير هي بتصير 3 ميلي فولت، فبالتالي قيمة الريوباز المحددة عندنا صارت 3. إذا لاحظنا من خلال ربط المفهوم بالتجربة صارت القيمتين هن 2 و3 للقيمتين في التجربتين. لو أخذنا المثال الثاني مفهوم الكروناكسي، إذا لا يكتفى بفهم التعريف بحفظ التعريف فقط، بل يجب أن يكون هنالك فهم لعملية التطبيق من خلال التجربة العملية. الأمور هون واضحة يعني. نعم يعني لو قلنا يعني مثلا ما هو مفهوم الكروناكسي؟ نعم الكروناكسي هل هو شدة أم زمن؟ يجب أن يعرف الطالب أنه الزمن المقابل للشدة تساوي ضعفي الريوباز. نعم لو أخذنا قيمة الريوباز بالتجربة الأولى كانت عندنا 2، ضعفي الريوباز هي 4 ميلي فولت، ولكن الكروناكسي هو زمن، الزمن المقابل لشدة تساوي ضعفي الريوباز، فبالتالي صار عندنا 1.5 ملي ثانية. إذا قيمة الكروناكسي في التجربة الأولى هو 1.5 ملي ثانية، في التجربة الثانية قيمة الريوباز هي 3 ملي فولت، فضعفي الريوباز هي 6 ملي فولت، فبالتالي الزمن المقابل لشدة تساوي ضعفي الريوباز بيطلع معنا الكروناكسي 2.3. لو أخذنا السؤال الثالث، لاحظ دكتورنا نحن عم نربط إني لا يكتفى بمفهوم أنه أنا بدي أحفظ التعريف، حفظ التعريف بشكل مجرد بدون فهمه، فبالتالي أصبح هون لا يوجد عملية تعلم بهذا الموضوع، بينسى. فالسؤال هون بهذه الطريقة السؤال ربط المفهوم من خلال عملية التطبيق من خلال الدراسة العملية اللي حكينا عنها. يعني الزمن المفيد الأساسي، ما هو الزمن المفيد الأساسي؟ لو أخذنا التعريف هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الريوباز فعالا، فقيمة الريوباز اللي نحن حددناها من شوي هي كانت بالتجربة الأولى يعني على درجة حرارة 20 درجة مئوية هي 2 ميلي فولت، بس عندنا قيمتين للزمن. نحن قلنا هو الزمن الأقصر الذي لا يزال عنده الريوباز فعالا، من هو الأقصر؟ 7 ولا 5؟ لا هو مثلا قيمة 5، فبالتالي بيطلع معي الزمن المفيد الأساسي هو 5 عند شدة تساوي الريوباز. نفس الكلام تماما بالنسبة للتجربة الثانية، عندنا قيمتين للريوباز اللي هي 3 ولكن في زمنين مختلفين، الزمن الأقصر يدعى الزمن المفيد الأساسي، فأصبح قيمة ما يسمى الزمن المفيد الأساسي هو 8. زمن الاستنفاد، تعريف زمن الاستنفاد هو أصغر زمن تنبيه أو الزمن الذي لا يحدث من دونه أي تنبيه مهما ارتفعت شدة المنبه، فبالتالي أصغر زمن يساوي يقابله أعلى شدة، فبالتالي عنا صار عنا زمن التنبيه في الأول هو 1 ملي ثانية وفي الثاني أصغر زمن هو 2 ملي ثانية. من خلال القيم اللي طلعناها دكتور بيطلع معنا أن العصب الأكثر قابلية للتنبه هو العصب الأول في درجة حرارة 20 درجة مئوية. لماذا؟ لأن قيم الكروناكسي عنده أخفض، فبالتالي قابلية التنبه لديه أعلى، لأنه قيمة الكروناكسي هون كانت 1.5 ملي ثانية بينما في الثاني كان 2.3 ملي ثانية، فبالتالي قيمة الكروناكسي أخفض، فبالتالي قابلية التنبه لديه أعلى. نستنتج أنه تزداد قابلية التنبه كلما ارتفعت أو بزيادة درجة الحرارة. شكرا جزيلا على هالمثال الدقيق والرائع جدا. يعني هلا أستاذ جهاد ممكن مثل هيك أسئلة يجينا؟ طبعا هذا سؤال أصلا هو موجود بأسئلة الدرس، يعني إحنا طلابنا ما شاء الله عليهم، يعني حتى هلا أنا حاليا موجود على التاب وردني سؤال. وردني سؤال، هذا السؤال بالصفحة 202 عم بيقول لي بالصفحة 202، أنا بتمنى يعني نسجل الإجابة عليه، يعني ربما لا تكون الإجابة صريحة في هذا الكتاب. يكون الهيموغلوبين أستاذ جهاد، نعم حطيت أنا، الخاص بالجنين ذا انجذاب أكبر للأكسجين من هيموغلوبين الأم. هذا السؤال يعني إجابته أنا من حضرتك ممكن توضح لي إياه حتى ببطء حضرتك تكون الإجابة حتى يقدروا يسجلوه طلابنا الأعزاء. تفضل دكتور. هو السؤال هو يعمل إثارة يعني لعملية البحث العلمي، يعني من خلال السؤال عم يقول لي الهيموغلوبين الجنيني الخاص بالجنين انجذابه أكبر للأكسجين من هيموغلوبين دم الأم، فعلا يعني بحاجة لتفسير هذا الموضوع. هلا بعد البحث اتضح دكتور انه البي او 2 او الضغط الجزيئي للأكسجين في دم الهيموغلوبين عند الجنين بيطلع تقريبا البي او 2 تقريبا 19 ملم زئبقي.
بينما البي او 2 للهيموجلوبين الضغط الجزيئي للاكسجين عند دم الام بيطلع تقريبا 26.8 ملم زئبقي. فبالتالي بنلاحظ انه الضغط الجزيئي عند دم الام اعلى من الضغط الجزيئي عند الجنين، فبالتالي عمليه نقل الاكسجين بتصير يعني انجذاب اكبر، فبالتالي سحب الاكسجين من الجنين بيصير اكبر. ولكن للمعلومه انه بعد الولاده ب 12 اسبوع يستبدل الدم الجنيني او الهيموجلوبين الجنيني في دم المولود، يعني بعد 12 اسبوع وبصير عنده هيموجلوبين طبيعي مثل الكبار بشكل عام. اذا الفكره هي فكره اختلاف الضغط الجزيئي للاكسجين ما بين دم الجنين ودم الأم. يعني مثل هيك أسئلة بيطرحوا عليكم الطلاب؟ هلا أكيد، بس هلا نحن بنقول لهم إنه في عندنا بعض الإجابات يجب أن تكون محددة في الكتاب. هذا للإثارة، سؤال جيد جدا من أجل عملية خلينا نقول البحث العلمي، نوع من إثارة الطالب وجيد جدا يعني بيكون. شكرا يعني. جزيلا على الإجابة ست نابغة. يعني ممكن يعني احنا بأسئلة الامتحانات الشهادة ممكن يجينا خارطة مفاهيم، فأنت حضرتك بدك تصممي مثلا خارطة مفاهيم ينبغي أن تكون مكونة من أربعة أشياء رئيسية. أول شيء في عندك المفهوم الأساسي لازم يكون، في مفاهيم أخرى ذات علاقة، يعني ولازم يكون عندي بالخريطة المفاهيم أيضا الربط والوصل بين المفاهيم. وآخر شيء يمكن أن تكون أمثلة. أنا بخريطة المفاهيم إذا بدي أحط مثال ينبغي ألا أضعه ضمن دائرة، ينبغي إذا بدي أضعه ضمن دائرة متقطعة، دائرة المثال يكون منفردا. فإحنا عندنا خريطة هلا حابين نعرضها، يعني بتعتمد على مهارة التفكير العليا، تعتمد على البرين ستورمينج، العصف الذهني والقدح الذهني والاستمطار. فأنا بتمنى من حضراتكم أستاذ جهاد إذا بنعرض لي نعرض مثل هيك خارطة مفاهيم، علاقة عملية الربط. الدماغ يعشق عملية الربط بين نصفي الكرة المخية، لأنه أنا عندي جسم سفني ليس فقط وظيفته عملية فقط أنه يوصل بين الاثنين، وإنما يعلم ما يجري في النصف الأولى ليخبر في النصف الآخر. تفضلي ممكن تعرض لنا يا أستاذ جهاد وتوضح لنا يا أستاذة. نعم، أمامنا خارطة مفاهيم. أولا طبعا خارطة المفاهيم هي عبارة عن خارطة لتنظيم المعلومات وربط المفاهيم العلمية مع بعضها البعض. قد تكون هذه المفاهيم متقاربة أو متباعدة، وهذه نقطة يجب أن يعرفها الطالب بشكل جيد. عندما نأخذ نحن مفهوم علمي ونطرح مجموعة من المعلومات عليه، قد لا تكون واردة في درس واحد، قد تكون هذه المعلومات متباعدة في دروس عدة، ولكن يجب أن نقوم بعملية ربط بين هذه المفاهيم من محاور مختلفة أو دروس عديدة، كما هو الحال في مثالنا عن الناقل العصبي الجلوتامات. الناقل العصبي الجلوتامات مر معنا في مقررنا في كتاب الثالث الثانوي العلمي في أكثر من درس، فحاولنا أنه نربط هذه المعلومات مأخوذة من أكثر من درس. الناقل العصبي الجلوتامات أولا يفرز من، يجب أن يعرف الطالب من أين يفرز هذا الناقل العصبي، وله دور منبه، نحن عاطينه مثل مفتاح له دور منبه غالبا، فيجب أن يعرف الطالب بأنه يفرز من المسالك، نعم يفرز من المسالك الحسية والقشرة المخية، من أين يفرز الناقل العصبي الجلوتامات. هذا مأخوذ كفكرة مستقلة من دروس النواقل العصبية. نعم. يمكن أن نأتي بفكرة أخرى للجلوتامات مأخوذة من درس العين، تأثيره في العصية أثناء الراحة أو في الظلام، ما تأثير الجلوتامات. طبعا خلال معرفة وترتيب آلية عمل العصية يعرف الطالب بأنه ناقل عصبي مثبت. الناقل العصبي الجلوتامات له دور تثبيط للنقل العصبي أو السيالة العصبية في العصبون ثنائي القطب. هذا من درس العين في آلية يعني في تنوع، يعني الخريطة ليست مقتصرة على صفحة واحدة أو صفحتين. هذا ما نوهنا عليه بأن ممكن أن تكون المعلومات مأخوذة من أكثر من درس، ويجب على الطالب أن يربطها ضمن المفهوم الأساسي اللي هو الجلوتامات. مثلا من دروس الوراثة
يجعل العصبونات فائقة الحساسية في الدماغ ويؤدي إلى تهتكها. هذا من دروس الوراثة في مرض الهانتكتون، مر معنا خلال حلنا لمسألة الوراثة مسببا مرض الهانتكتون. لدينا مفتاح سببه قليل محمول على الشفع الرابع، أحد صبغيات الشفع الرابع، بالتالي يجب الطالب أن يضع اسم المرض وهو الهانتكتون. فما لاحظنا أن ربطنا معلومات من أكثر من درس، ولكن المفهوم الأساسي هو مفهوم الجلوتامات. طبعا دراسة خارطة المفاهيم تسهل للطالب جدا عملية ربط المعلومة، وتعتبر كملخص ملخص يسر وسهل للطالب في تنظيم المعلومة وسهولة دراستها. إذن هو اللي اعتمد عليها هو العالم نوفاك، هو العالم نوفاك هو اللي صمم هذه الخرائط، هو رائد في خرائط المفاهيم، فكان يحاول يربط بين مفهوم ومفهوم آخر، استفاد من معلومات أوزوبيل اللي اعتمد فيها على التعلم ذي المعنى. نعم. التعلم ذي المعنى حتى يتم فيه استقبال المعلومات في البنية المعرفية. شكرا جزيلا على الإجابة. عملية هذه الربط في كبيرة، يعني ظاهرة حلوة كتير، لكن في عنا هناك أستاذ جهاد في الأسئلة التي تطرح أحيانا دراسة حالة وعم يقولوا لي 16 علامة بتحيروا طلابنا الأعزاء، ممكن تعطينا هيك مثال توضحه لطلابنا الأعزاء؟ نعم، هلا مثال وضعناه ليفهم طلابنا دكتور انه سؤال سابعا هو بتوزيع العلامات على مستوى نموذج الامتحاني عليه 16 درجة، وهو ربط المعلومات مثل ما بيقولوا بالواقع دراسة حالة. لو أخذنا السؤال، ترغب بعض الأسر في إنجاب الأبناء الذكور وبعضها الآخر في إنجاب الإناث، والمطلوب لماذا يعد الصبغ واي مسؤولا عن تحديد الجنس جنس الذكر في المضغة؟ هلا هون بدي ينتبه طالبنا دكتور على انه في عنده بالصفحة، هي تقريبا الصفحة 170، في عندنا ملاحظة نحن على الرسمة على موضوع موقع المورسة SRY، انا المورسة SRY توجد في الصبغ واي حصرا. إذا تحديد الجنس أتى من وجود هذه المورسة، لأنه يحتوي على المورسة SRY، حيث تقوم هذه المورسة بإشراف على صنع بروتين خاص ينشط تحول بداية المنسل إلى خصية. فبالتالي وجود المورسة SRY على الصبغ واي وعدم وجودها عند الأنثى هو الذي أدى إلى تحديد جنس الذكر عند لدن. فالسؤال الثاني، لاحظ دكتور هنا حاولنا نربط أكثر من معلومة على مستوى بحث التكاثر، يعني هي فكرة بسموها دراسة الحالة، أنه ما بالضرورة تكون تحاكي فكرة واحدة، ممكن تكون تحاكي أيضا أكثر من فكرة. ما أهمية التركيز المرتفع للتستوستيرون قبل الولادة؟ وينتبهوا طلابنا الأعزاء، قبل الولادة لها دورين، من أجل هجرة الخصيتين إلى كيس الصفان، ولها دور ثاني أيضا قبل الولادة في نمو أنابيب وولف بها الشكلات. مع مصدر تغذية المنويات التي تتمايز إلى نطاف؟ طبعا هي الخلايا الحاضنة أو بسموها خلايا سيرتولي. لماذا تعد الحمية الغذائية التي تمنع تناول الدسم ذات تأثير سلبي على القدرة الإخصابية للذكر؟ طبعا هون بدنا نعرف أنه الهرمونات الجنسية بشكل عام إن كان ذكرية أو أنثوية ذو طبيعة ستيرويدية، وهذه الطبيعة الستيرويدية كلها تشتق من الكوليسترول، فنقصان المادة الدسمة يؤثر على موضوع تركيب عندك اللي بيسموه الهرمونات الجنسية. إذا لأن الهرمونات الجنسية ذات طبيعة ستيرويدية تشتق من الكوليسترول، فبها الشكل هذا هي مثلا عندنا دراسة حالة عن حالة مثلا بحث تكاثر، مجموعة إجابات كانت هي الإجابات بدها تكون يسيرة سهلة ولكن مركزة على المفهوم اللي بيتبعه الطالب من خلال التعلم اللي قام فيه، لكن هي عملية ربط على كامل أنحاء الكتاب. شكرا جزيلا على الإجابة، يعني أنا فخور جدا بطلابنا الأعزاء، يعني شوف كتر الأسئلة، هذا بيدل على أنه وردني في التاب، يعني هون سؤال يعني له دلالة كبيرة. هذا السؤال بيقول فيه لماذا ينشط الأكسيتوسين بشكل أفضل في أثناء الولادة؟ الأكسيتوسين عم ينشط أثناء الولادة ليش؟ مشان يقلص الرحم، بس مين بيخليه ينشط أكتر؟
السبب انه الاستراديول هون بهالحاله بنشط مستقبلات الاكسيتوسين على جدار الرحم بنشطها، لذلك بتلاقيه بيشتغل بشكل فعال. برد اعيد مره اخرى، هذا الطالب اللي عم يسالنا لماذا ينشط الاكسيتوسين في اثناء الولاده بشكل اكبر، بشكل ليس فقط التقلصات، لكن هناك يوجد مستقبلات موجوده على جدار الرحم. ايه الاستراديون شو بيعمل؟ بنشط هذه المستقبلات الأكسيتوسين على جدار الرحم. هذا إجانا وردنا على التاب سؤال وجاوبنا عليه بشكل مفصل. وهي أيضا أستاذ، إحنا هلأ بالنسبة لنا يعني نعمل خلاصة، الخلاصة اللي إحنا اتطرقنا لها مع حضراتكم. أولا وضعتوا لي خريطة مفاهيم، وضعتوا لي دراسة حالة، وضعتوا لي حالة تانية أيضا. لكن إحنا في أسئلة الامتحانات بيجي عنا ترتيب. فإحنا بتمنى من حضراتكم يعني أو من حضرة النابغة إذا في عنا في ترتيب نقدر يعني نعرضه لطلابنا. واحد اثنين ثلاثة، تفضل أستاذ تفضلي على ترتيب الأسئلة. نعم ترتيب الأسئلة. خدي مثال اللي بتحبي مثلا من الأسئلة اللي تطرح في مادة العلوم. في عندنا سؤال رتب مراحل. هذه من الأسئلة الأساسية التي تطرح في مادة العلوم، رتب مراحل. طبعا احنا ورد بمقررنا الدراسي مجموعة كبيرة من الأفكار التي توضح ترتيب مراحل مختلفة، ومن بينها ترتيب مراحل تأثير الأوكسينات على استطالة الخلية النباتية كما هو موضح أمامنا في الشاشة. رتب مراحل استطالة خلية نباتية بتأثير الأوكسينات. أولا أمامنا الرسمة واضحة، وهنا لابد من التنويه والتركيز على ضرورة الدراسة على الرسم، ضرورة الدراسة على الرسم، ربط المفاهيم العلمية والموجودة بالفقرة مع الأفكار الموجودة على الرسم تسهل على الطالب جدا عملية تنظيم المعلومة وحفظ المعلومة. مثلا لدينا أمامنا خلية نباتية، يجب أن يعرف الطالب هنا غشاء سيتوبلازمي في الخلية النباتية، لدينا جدار خلوي بالإضافة إلى السيتوبلازما، وصل الأوكسين إلى الخلية الهدف. طبعا نحن لدينا هون هدف، هو النتيجة المرجوة هو استطالة الخلية النباتية. لا بد من تنظيم المعلومة، وكل فكرة سيتبعها فكرة مباشرة بعدها. بالتالي وصل الأوكسين للخلية الهدف، نلاحظ مضخات البروتون الموجودة في الغشاء السيتوبلازمي، يؤثر الأوكسين على مضخات البروتون وبالتالي ينشطها، فيتم إنتاج البروتونات من السيتوبلازما إلى الجدار الخلوي. دخول البروتونات، دخول البروتونات إلى الجدار الخلوي، بما أننا نتحدث عن شوارد الهيدروجين، فذلك سيعمل على انخفاض في درجة الحموضة الPH، وبالتالي يصبح الوسط حمضيا في الجدار الخلوي. هنا لابد من التركيز أثناء عملية دراسة ترتيب المراحل إنه ماذا ينتج عن ممكن نحن من خلال الدراسة أن يرد سؤال ماذا ينتج، مثلا ماذا ينتج عن تنشيط مضخات البروتون، وجود دخول شوارد الهيدروجين أو البروتونات من السيتوبلازما إلى الجدار الخلوي، وبالتالي أصبح الوسط حمضيا. هذا الوسط الحمضي سيفعل أو ينشط بروتين، وهو البروتين الوتدي. ما وظيفة هذا البروتين الوتدي كما هو موضح على الشكل؟ نلاحظ ألياف السليلوز الموضحة باللون الأخضر مع عديدات السكر، نلاحظ كيف تكون مترابطة وتعطي السماكة والصلابة للجدار الخلوي. نحن يجب هون أن نساوي خلخلة بالألياف السليلوز حتى يسمح باستطالة الجدار والخلية النباتية. بالتالي بروتين الوتدي سيعمل على فصل عديدات السكر مع ألياف السليلوز، ولدينا أنزيم، ثم أنزيم يتنشط، أنزيم مفكك للجدار الخلوي يقوم بتقطيع عديدات السكر عن بعضها البعض. يصبح لدينا الجدار الخلوي، تزداد مرونة هذا الجدار الخلوي نتيجة تقطيع ألياف السكر مع عديدات ألياف السليلوز مع عديدات السكر، وبالتالي يصبح زيادة في مرونة الجدار الخلوي. هذه الزيادة سيسمح بدخول الماء
من خارج الخلية إلى داخل الخلية وفق مبدأ الحلول المعروف لدى الطالب، وبالتالي زيادة الضغط الانتباجي داخل الخلية النباتية مما يسمح باستطالة، أصبح لدينا لأنه زيادة في مرونة الجدار الخلوي تستطيل الخلية النباتية كما هو موضح في الشكل. بعد أن أخذت الخلية النباتية حجمها المطلوب، سيعود ألياف السليلوز ومعه المواد الجدارية المختلفة للترسب على الجدار الخلوي ويكتسب الصلابة والمتانة، وبالتالي نحصل على المطلوب وهو استطالة الخلية النباتية. طبعا ترتيب المراحل، كل مرحلة يليها مرحلة، يعني ممكن حضرتك يجينا السؤال هيك رتب مراحل ممكن انت حضرتك تختصريهن 1 2 3 4. اجابتك كانت دقيقة الحمد لله، شكرا جزيلا على الإجابة الدقيقة. وردني اتصال، تفضل. الو لو سمحتوا. اهلا وسهلا، تفضلي انسة، شو سؤالك؟ بدي اسال عن آلية عمل العصية. آلية عمل العصية صفحة 88. صفحة 88 راح يكون حام عنا اذا ممكن. راح يكون معك استاذ جهاد. نعم. بآلية عمل العصية. في سؤال ثاني؟ في سؤال اخر؟ ايه بس يخلص لك هلا الشرح بتقولي لنا اياه، ولا بتحبي تعطينا السؤال الثاني؟ بعطيك السؤال. تفضلي. في رتب مراحل تشكل الأنبوب العصبي. رتب مراحل تشكل الأنبوب العصبي. نعم. هلا بدنا نخلي واحد من الأساس، يعني الأستاذ جهاد راح يشتغل على العصية، والآن سنابغة راح رتب مراحل تشكل الأنبوب العصبي. بالنسبة له. تفضل أستاذ جهاد. خليكي معنا اسمعينا إذا في إذا. يعرضوا لنا بس الصورة للزملاء. تفضلوا. لكن هلا نحن مثل ما بنعرف انه الوريقة العصبية الخارجية الموجودة في شبكية العنكبوت وريقة عصبية تتألف من 3 طبقات من الخلايا ويفصل بينهما طبقتين من المشابك. الطبقة الخارجية هي طبقة الخلايا البصرية. في الظلام بالنسبة لمثالنا في الكتاب عن العصية، تكون قنوات التبويب الخاصة في شوارد الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية للعصية مفتوحة، وذلك بسبب ارتباط مركب اسمه CGMP اللي هو جوانوزين أحادي فوسفات حلقي، طبعا يؤدي إلى فتح هذه القنوات. إذا ما سبب فتح هذه القنوات هي ارتباط هذه المركب CGMP معها، فتدخل شوارد الصوديوم إلى داخل القطعة الخارجية ومن ثم تخرج من القطعة الداخلية، وذلك بسموها نحن بعمل مضخات الصوديوم والبوتاسيوم. نتيجة لهذا الخروج مجموعة من شوارد الصوديوم. إذا عم تفهم عليك ولا لا احكي مع سالي أستاذ. تمام. القطعة الداخلية لاحظي مثل ما عم تشوفي انت شوارد الصوديوم اللي عم تخرج من القطعة الداخلية، في جزء منها عم يرجع يدخل لوين؟ للقطعة الخارجي. انا بتمنى استاذ جهاد تشارك هي معلش. فبالتالي هذا يؤدي الى خفض في استقطاب غشاء القطعة الخارجية اللي هو ناقص 40 ملي فولت. نحن بنعرف ان كمون الراحه في الخلايا العصبيه بشكل عام هو ناقص 70 ملي فولت. اذا سبب انخفاض كمون الغشاء في القطعه الخارجيه سببه انه مجموعه من شوارد الصوديوم التي تخرج من القطعه الداخليه ترجع تدخل لوين؟ الى داخل القطعه الخارجيه. هذا يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى تحرير الناقل العصبي اللي كنا عم نحكي عنه من شوي اللي هو الجلوتامات في المشبك الذي يصل ما بين الخلايا البصرية ومين؟ والعصبون ثنائي القطب. تحرير الناقل العصبي، دور الناقل العصبي الجلوتامات في الخلايا البصرية هو دور تثبيطي، فبالتالي يثبت من عملية نشوء كمون عمل، فبالتالي لن تنتقل حالة التنبيه إلى العصبون ثنائي القطب، وتبقى الخلايا العقدية اللي موجودة عندنا في الطبقة الثالثة تبقى في حالة راحة. يعني عمليا تنبيه ما يصير، فبالتالي تبقى الخلية في حالة بسموها أثناء الظلام حالة عدم التنبيه، وبالتالي لا نشعر بالرؤية. هي الفكرة بقى وين صار لما بيصير عندك التنبيه لمين؟ للضوء الضعيف. في الضوء الضعيف شو بصير؟ عندما يسقط الضوء الضعيف على العصية. سامعتيني سالمة؟ تمام. طيب هلا فينك تعرفي شو اسمه الصباغ الخاص بصباغ العصي؟ شو اسمه؟ الميلانين. لا قصدي المل المشيمية، عم نحكي على الصباغ الموجود في القطعة الخارجية اللي هو الرودوبسين. تمام. الرودوبسين، هذا الرودوبسين
انتبه لما بيسقط بيفكك عنا الضوء الضعيف الرودوبسين، بيفككه الى ريتينال زائد سكوتوبسين، فبتنشط مركب اسمه ترانس ديوسين. ترانس ديوسين يعمل على تنشيط انزيم اسمه فوسفوديستيراز. شوف الفكره بقى، هذا الفوسفوديستيراز شو وظيفته؟ يعمل على تحويل مركب اللي سميناه سي جي ام بي، اللي هو بالاساس كان عم يفتح قنوات الصوديوم في القطعه الخارجيه، الى جي ام بي. يعني في بما معناه بطلت هذه القنوات الصوديوم في غشاء القطعة الخارجية تكون مفتوحة، فبالتالي توقف دخول شوارد الصوديوم إلى داخل القطعة الخارجية مع استمرار خروجها من القطعة الداخلية. شوفي أنت بس تسمعي كلمة استمرار خروج، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى فرط في الاستقطاب. تمام. فرط استقطاب في القطعة الخارجية هذا نحن مسمينه نحن قيمته بتصير عندك فرط الاستقطاب الى ناقص 70 ملي فولت، فيؤدي ذلك الى توقف تحرير النواقل العصبيه المفبطه. يعني عمليا ما عاد يتحرر الجلوتامات، فتنتقل حاله التنبيه عبر المشابك الى العصبون العقدي، وفي العصبون العقدي يتم اثاره كمون العمل. يعني لو سالني سؤال حدد موقع مكان اثاره كمون العمل في شبكيه العين، شو بده يكون الجواب؟ في العصبون العقدي، في العصبونات العقدية يتم إثارة كمون العمل. فبالتالي أنت بدك تنتبهي بس أنه أثناء الظلام وأثناء التنبيه شو اللي عم يصير في غشاء القطعة الخارجية بين دخول أو توقف دخول شوارد الصوديوم، إذا كان هذا سؤالك سالي. ماشي، واضح؟ واضح الأمور. هلا رح نوضح لك الترتيب من قبل الأنسة نابغة. تفضلي نابغة. أهلا، يعني أنا بدي إياها يكون حوار بينك وبينها، ما بدنا إياها. نعم تفضلي. طالبة رتب تشكل مراحل تشكل الأنبوب العصبي. ألو تفضلي تابعي اشرحي حضرتك. هلا مراحل تشكل الأنبوب العصبي، طبعا السؤال ترتيب المراحل بيكون واضح بدءا من كذا إلى كذا، يعني من نقطة معينة وإلى نقطة المطلوب الانتهاء عندها، فالسؤال بيكون واضح بالامتحان النقطة التي يجب أن نبدأ فيها ترتيب المراحل. لدينا هون بالصورة الموضحة بدءا من اللويحة العصبية، ونحن نعرف سابقا بالرسم اللي قبلها أن اللويحة العصبية هي تشكلت في الوريقة الجنينية الخارجية، لأن أصلا الجهاز العصبي ينشأ من الوريقة الجنينية الخارجية خلال الأسبوع الثالث من الحياة الجنينية، بالتالي هي عبارة عن سخانة على في الوريقة الجنينية الخارجية في القسم الأوسط من الجنين. تشكلت اللويحة العصبية، نلاحظ اللويحة العصبية في المنتصف تتشكل طيتان جانبيتان مفصولتان بميزابة عصبية. فهون عندنا مصطلحين أساسيين، اللويحة العصبية والميزابة العصبية. طيتان في اللويحة العصبية مفصولتان بميزابة عصبية، هذه المرحلة الأولى. الميزابة هي الموجودة في المنتصف. المرحلة الثانية تبرز الطيتان تلتحمان مع بعضهما البعض في الوسط، لاحظ على الصورة الميزابة تتحول الميزابة تنخمص إلى الأسفل شيئا فشيئا وتتحول إلى الأنبوب العصبي. نلاحظ في المرحلة الثالثة الطيتان أيضا تلتحمان بشكل كامل، ينفصل الأنبوب العصبي الموضح على الرسم باللون الأخضر، ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية والتي هي بالأصل نشأة منها هذا الجهاز العصبي، بالتالي انفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية. نلاحظ عندما ينفصل الأنبوب العصبي عن الوريقة الجنينية الخارجية انفصال مجموعة من الخلايا موضحة بالشكل الأخير في المراحل، هناك مجموعة من الخلايا المنفصلة عن الوريقة الجنينية الخارجية، هذه تشكل فيما بعد بما يعرف العرف العصبي. إذا هذا مصطلح أيضا مفهوم علمي جديد وهو العرف العصبي، فأصبح لدينا مجموعة من المفاهيم يجب التركيز عليها أثناء ترتيب المراحل، الميزابة، اللويحة، الأنبوب العصبي والعرف العصبي. دكتور لا بس المفاهيم هاي مفاهيم. أنا بس إنه سؤال، يعني سؤال رتب هو راح يكون واضح إن كان في شرح ولا لا. لا لما كان لما بدي أنا سؤالنا هون هو بالفقرة إن يا ترى بدي
يحكي له هذا الحكي كلياته الطالب؟ لا بده يقول لك انه دون شرح او اذا نعم اذا لو قال لي رتب دون شرح مثلا السؤال شو بده يكون هنا؟ اذا اول شيء بدءا من هو يقول لي بدءا من الوريقه الجنينيه الخارجيه فهي عمليا المراحل صارت وريقه جنينيه خارجيه لويحه عصبيه مذابه عصبيه انبوب عصبي وسوف تنفصل مجموعه من الخلايا العصبيه التي تتوضع فوق الانبوب العصبي لتشكل العرف العصبي. نعم احنا بالبدايه شكرا جزيلا على الإجابة. هون وردني أيضا في التاب في الصفحة 200 أستاذ جهاد عم بيقول مدرس من المدرسين إنه هن بالجامعة درسوا 4 أغشية، هون أنتوا حضراتكم موجود عندنا 3 أغشية، ممكن حضرتك عم بيقول لي عم بيقول لي إنه ممكن تذكر لي الغشاء الرابع؟ بقول له إيه هلا رح أذكر لك إياه وشو هو دوره ولماذا لم يذكر في كتابنا. نعم طبعا. إذن هو عبارة عن تركيب الكيس الألنتوسي، إحنا في عنا الغشاء الأمينوسي، في غشاء الكيس المحي، في عنا غشاء الكوريون أو المشيماء. الكيس الألنتوسي هو عبارة عن تركيب يساهم أو يسهم في تكوين الأوعية الدموية في الحبل السري المتصل بالمشيمة وعلى خلاف الغشائين الأمينوسي والكوريوني فإن الكيس الألنتوسي لا يحيط بالجنين كمان شغلة تانية ليش لم يذكر؟ لأنه يضمر الكيس الألنتوسي بعد تشكل المشيمة. نعم لذلك ما ذكرنا يعني. وكمان عم يقول لي انتو الكيس المحي مسمينه كيس محي رغم انه هو في الثدييات ليس له دور في عملية التغذية. في البداية يمكن يلعب لكن فيما بعد لا يلعب. هو عم يقول الكيس المحي من يعني انا ذكرها من الاغشية ومن الاجنة ومهم للاجنة الحيوانات البيوضة كالزواحف والطيور فهو مصدر لغذائها. بينما جنين الثدييات يعتمد بشكل أساسي على غذاء أمه، لذلك من ناحية الغذاء ليس له دور وفقط في البداية وفيما بعد يلعب دور مناعي. شكرا جزيلا. معي اتصال. مرحبا. زينب من حمص، تفضلي. بس بعد اذنك المخطط صفحة 202 شو الاسئلة الاستنتاجية اللي بتجي عنه ممكن يجي رسم؟ 202 استاذ. 202 خط البياني. نعم خط البياني تبع الـ SCG قصدك؟ هو نعم SCG. نعم. برأيك يا بنتي شو معنى H هون؟ كيف استاذ؟ HCG هلا بين ما يهيئ لك الاستاذ HCG. هدول الاسئله. ايه تفضلي. المعلومات الموجوده فوق. الH شو معناها هون؟ الو الو انا معك انا سمعانك. تفضلي انسى زينب. ايه هلا احنا عم تقولي لي انت هون بس هلا بدي اشرح لك على المخطط الاستاذ جهاد. بس انا بدي اسالك سؤال شو معنى HCG؟ هو الهرمون البشري. ال H شو معناها؟ الاتش ايه هيومن يعني شو يعني هيومن؟ بشري. اذا هيومن كوريونيك جينادو تمام هذا معناها. مو هرمون الاتش هون الاتش هون هيومن نعم. بشري. تفضل استاذ جهاد. نعم زينب عندك سؤال ثاني مشان اذا مساله شجره النحو. شبه شجره النحو كيف بنعرف انه ماما مرتبطه بالصبغه الجنسيه؟ كيف بنعرف شو عفوا؟ انه ماما مرتبطه بالصبغه الجنسيه اذا محموله على الصبغه الجنسيه اكس ولا لا. ايه طيب بسرعه استاذ طيب. يعني ماشي ليك يا زينب هلا بالمخطط هذا هرمون اسمه هرمون ال HCG. نحن عم نحكي اذا انتبهتي هذه اسمها ليس دوره جنسيه مشان ينتبه طلابنا الاعزاء. عم اقول لك هذه تراكيز هرمونات الاستراديول والبروجستيرون وال HCG خلال مده الحمل. خلال مدة الحمل يعني نحن عم نحكي على 9 شهور يعني مقترحة لفترة الحمل. لاحظي انت عندك بالاسبوع 12 يعني عم نحكي نحن بالشهر الثالث قبل وبعد
طب شو الحدث، شو الحدث المهم بالشهر الثالث بنهاية الشهر الثالث؟ نهاية الشهر الثالث انه ارتفع الهرمون. ايه بس في حادثة بالحمل، حادثة مشهورة لازم تكون بالشهر الثالث، شو الحدث المهم؟ شو أهم حدث بالشهر الثالث؟ انه ارتفع تركيز الهرمونات الجنسية. تماما، ارتفاع تبي شوي، هلا نحن بحاجة لنزيد نسبة الاستراديول والبروجسترون، فنحن بحاجة انه نحافظ على الجسم الأصفر، لأنه مثل ما بنعرف بنهاية الدورة الجنسية بده يصير عندنا معنا ضمور للجسم الأصفر. من الذي يحافظ على الجسم الأصفر؟ هو هرمون الاس سي جي. هرمون الاس سي جي إذا انفرز هون لمدة 3 شهور من أجل المحافظة على الجسم الأصفر، إذا أصبح دور وظيفة هرمون الاس سي جي يحافظ على الجسم الأصفر ويدعم إفرازه لهرمونين الأستراديول والبروجستيرون. بعد الشهر الثالث لاحظ الاس سي جي انخفض بسبب الحادثة الشهيرة اللي هي تشكل المشيمة. تشكلت المشيمة فبالتالي أصبحت هي التي المسؤولة عن إفراز هرموني الأستراديول والبروجستيرون حتى نهاية فترة الحمل. هذا هو سبب الارتفاع والانخفاض اللي له. المسألة مسألة الوراثة، مسألة الوراثة. هلا ليك راح احط لك انا ليك اذا انتبهتي خليني اعرض لنا اياها بس زملائنا لو سمحتوا. لازم انا حطيت لك شجرة نسب. شجرة النسب اذا بتشوفي الاب والام لا يبدو عليهما علائم الاصابة لمرض لا على التعيين، بس هو شو قال لك تمثل شجرة النسب توريث صفة مهق لاحد مثلا العائلات. تمام. لازم هل صفة المرض راجحة ام متنحية؟ فسر إجابتك برأيك راجحة أم متنحية؟ إذا إذا الأبوين غير سليمين ما عندهم إصابة، طلع عندنا أبناء مصابين. تمام. معناه تنتبه، أي صفة لا تظهر في الأبوين وظهرت في الأبناء، قاعدة هذه، أي صفة لا تظهر في الأبوين وظهرت في الأبناء فهي صفة متنحية. متنحية. فقليل المرض هنا متنحي. تمام صح. حلو. هلا هل وراثة هذه الصفة مرتبطة بالصبغة الجنسي إكس؟ كان هذا سؤالك حسب ما بذكر. إيه صح. فسر إجابتك. طب ليكي لو إنه مرتبطة بالصبغة الجنسي إكس، الأنثى رقم 3 مصابة، فهي تحتاج إلى قليل وهو متنحي ما تنسي، بده قليل مرضي من الأب وقليل مرضي من الأم. لفرضا الأم ناقلة، يعني قليل المرض ما نظاهر فالظاهر بالأبناء، ولكن الأب إذا كان محمولا على إكس يجب أن يكون في هذه الحالة مصابا. فالأب هنا سليم، لا يمكن أن يولد لأب سليم أنثى مصابة والصفة مرتبطة بالصبغة الجنسي إكس. فإذا وجود الأنثى المصابة من أب سليم يدل على أن الصفة ليست مرتبطة بالصبغة الجنسي إكس. تمام سلموا الأستاذ. في سؤال آخر؟ لا شكرا. نعم شكرا جزيلا أستاذ. هنا في عنا وردنا أستاذ جهاد، رح أوجه السؤال لإلك. بعض المتسائلين، تعد النخامة الخلفية نخامة عصبية؟ نعم صفحة 98 حسب ما بسكت. صفحة 99 99 استاذ. نعم. 98 للنخامة الأمامية والنخامة الخلفية. صفحة 99. هلا هون نحن مثل ما نعرف انه في عندنا خلايا عصبية، هذه الخلايا العصبية اجسامها توجد في الوطاء ومحاورها تنتهي نهاية المحاور في النخامة الخلفية. نعم. فتفرز هذه الخلايا العصبية هرمونين اللي هن ADH اللي هو الأنتي ديوريتيك هرمون أو الهرمون المضاد لإدرار البول. نعم. والأوكسيتوسين. طبعا هذون الهرمونين كناتهم نحن إشارتهم، نحن لازم نعرف وننبه طلابنا إنه إشارتهم عصبي صماوي. يعني السؤال كابي لماذا تعد هذه الهرمونات عصبية؟ المقصود عصبية صماوية أي أنها تفرز من خلايا عصبية في الوطاء وتخزن وتحرر من النخامة الخلفية ومن ثم يتم تحريرها بعدين حسب الحاجة إلى مجرى الدم. إذن لماذا تعتبر هذه الهرمونات عصبية صماوية؟ لأنها تفرز من خلايا عصبية توجد أجسامها في الوطاء ومحاورها توجد في النخامة الخلفية. شكرا جزيلا على الإجابة. في الصفحة 98 أستاذ إذا بتحط لنا عليها طلبوا منا نوضحوا هذا المخطط في الصفحة 98، بتمنى تعرضوا لنا إياه في الصفحة 98، بتمنى أنه ينعرض حتى أقدر أوضحه. عم بيقولوا لي أنه هنا في عنا مربعات علوات أشر اللي على الأساس HGH موجودة بمربع لوحدة، MSH والBRL بمربع لحالة ضمن إطار واحد. نعم. وعم بيقولوا لي الACTH والTSH والLH والFSH موجودين بإطار واحد. شو السبب؟ نعم. شو السبب هالتساؤل؟ يعني نعم. مبرر له. نعم. إذن GH بروح بمسارين. المسار الأول بروح على
الكبد، والمسار الثاني بيروح على النسج الضامة والظهارية، بيروح على الكبد بحرضها إلى إفراز عامل النمو. نعم. السوماتوميدين. نعم. كلمة سوماتو يعني جسمي. نعم. معناها جسمي، يعني بيروح على الجسم، التي تدور في الدم وبتحفز بشكل مباشر نمو الغضاريف والعظام، وبتروح على النسج الضامة. نعم. والظهارية، وتحفزه على الانقسام والتمايز. بينما لو رحنا على الإطار الثاني MSH وBRL بنلاقي الاثنين بروحوا مباشرة على الهدف، على الخلايا الهدف. يعني MSH بتروح على الجلد، بتنشط خلايا الجلد لإنتاج الميلانين، والBRL الخلايا المولدة للحليب بتروح بتنشط إنتاج الحليب في الغدد الثدية. يعني بتروح مباشرة على الهدف، على الهدف. نعم. مباشرة. بينما لو رحنا على الـ ACTH. نعم. ورحنا على الـ TSH والـ LH والـ FSH بروحوا على غدد صم. بروحوا على غدد صم. يعني الـ ACTH بتروح على قشرة الكزر. نعم. عشان تفرز الكورتيزول الأهم واحد فيها. نعم. وبعدين بتروح اللي أهم واحد بالنسبة للإفراز هنا. نعم. الـ ACTH بقية إلين علاقة، الألدستيرون إله علاقة بالإفراز بالهرمون الببتيدي الأذيني المدر للصوديوم الذي يفرز من القلب. نعم. أدلول ممكن هون إله علاقة. أما أكثر شيء بيأثر الـ ACTH على على قشرة الكذر لإفراز الكورتيزول. نعم. أكثر شيء، أكثر من غيره. في عندي تي اس اتش، تي اس اتش بروح على الغدة الدرقية، بيخليها تفرز لي تي 3 وتي 4، مو الكالسيتونين. لا لا لا. خلايا سين بتفرز. نعم. نعم. شكرا. في معي اتصال، معي اتصال من حما، تفضل حبيبي. يعطيك العافية أستاذ. الله الله يبارك فيك يا رب. ألف مشكورين كثير على جهودكم. الله يخليك يا رب. بس عندي سؤال بالصفحة 266. ايه 266 بس ما صعب. ها لا لا يلا تفضل حبيبي. مكتوب معنا بالمثال. ايه لدى بعض ناس البشر انتقل صبغي من الشفاء 21 والتحم مع صبغي من الشفاء 14 ليصبح عدد صبغيات الأنثى 45 وتعطي هذه الأنثى نمطين من العرس طبيعي وغير طبيعي. نعم. مما قد يؤدي إلى ولادة أطفال مصابي بمتلازمة داون. نعم. إيه هوني تمام الحكي. شو سؤالك حبيبي؟ بس بالصفحة 268 رجعانين ذاكرين متلازمة داون. نعم. ومكتوب إنه متلازمة داون تنتج عن زيادة صبغي على الشفة 21 هاي بالجدول. نعم. نعم. إيه أنا سؤالي إنه متلازم داون هي زيادة على زيادة صبغي على الشفة 21 أو زيادة صبغي على الشفة 14؟ لأنه شفت تعارض بين المعلومتين. لا ما في تعارض. هلا بوضحوا لك إياه. هلا عم بوضحوا لك الآلية، يعني عم بوضحوا لك الآلية. هلا الصفحة 266 إذا انتقل مع الصبغي من الشفة 21 والتحم مع 14 رح يصير عندنا زيادة على الشفة 14 مو 21. الأمهات اللي معها 45 بتعطيك أطفال مصابة بمتلازمة داون، رح يوضح لك إياه أستاذ جهاد. تفضل أستاذ جهاد. نعرضنا على الأوفر هيد بس لو سمحتوا. أوفر هيد بدنا نعرضها. طيب. نعم. هلا لو اعتبرنا إنه هذا الشفة اللي هو رقمه 21 وهذا الشفاء اللي هو رقمه 14 تمام؟ تمام. معي بالفكرة. تمام. هلا شو عم يقول لك؟ انت مثل ما ذكرت انه انتقل عنا الشفاء 21 هو التحم مين؟ صبغي. انتقل صبغي من الشفاء 21 التحم مع صبغي من الشفاء 14. لا 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 هو انتبه الشفاء 14 التقل فيه لوين؟ 21. للشفا 21. نعم. التحم معه هيك. ايه. هيك بدك فهمانت. فبالتالي تبي أصبحت هذه الإناث تمتلك نوعان من الصبغيات. صبغيات يعني عروس. هذه لما بتتنفصل بالانقسام المنصف سوف تعطي نوعان من الأعراض. طبيعي وغير طبيعي. يعني لك. هلا هذا الطبيعي. هذا الطبيعي. آه. إذا 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 التقى مع العروس الأخرى فالولد طبيعي. ايوه هلا هاد هون هي الفكره بكله يعني هاد لما بيصير عندك هذا اسمه عروس غير طبيعيه لما اجى عندي انا الصبغي 21 هذا منين؟ من الاب
هذا الصبغي شو اللي صار فيه؟ انفصل واجى عنا التالي، فصار عنا على الشفا 21 بدل ما يكونوا شفا صاروا ثلاث صبغيات، فزاد صبغي على مين؟ على الشفا 21 في الولد، في الولد، في الولد المتشكل صديقي. اها في الولد المتشكل نحن عم نحكي، يعني هلا هي تتل الصبغي على الشفا 21 بالولد الناتج معنا. تماما 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 تماما، هي الفكره واضحه بس انت لازم تفهمها هيك بهالشكل هذا. اها وضحت، بتمنى تكون واضحه الفكره. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك. في سؤال آخر؟ لا لا يسلم، شكرا، الله يعطيك العافية. يعني أنا دائما بنهاية ندوة يعني بحب نصائحكم، يعني أنتم بما أنك أنت حضرتك أستاذ جهاد مدرس قدير في مديرية تربية اللاذقية، الله يعطيك العافية، بدي هيك نصائح شو بتقدمها لطلابك أنت والأنسة القديرة كمان النابغة كمان أيضا، ممكن تقدمونا نصائح لطلابنا الأعزاء حتى نقدر يعني نحفزن شو بدين يدرسوا شو بدين يعملوا خصوصا في الشهر الأخير. هلأ أنا بتمنى من طلابنا الأحباء وخصوصا نحن المراحل الأخيرة في التحضير للامتحانات دكتور، يعني نحن عمليا 10 شهر تقريبا 20 يوم باقي للامتحان، وبالفترة الأخيرة ممكن يحضر طلابنا مادة الفيزياء اللي هي المادة الأولى، وهي الفترة التحضيرية أنا أظن حسب ما بشوف أنه يمكن قد تكون مادة العلوم ضمن هذا الوقت في فترة التحضير الأخير. أنا بطلب من أحبانا الطلاب الابتعاد عن القوالب الجاهزة شكلا ومضمونا، الملخصات، يعني التعلم هون بدي يكون تعلم قهري ذاتي استظهاري، يعني عمليا عم بدي يحفظ من هون بدي ينسى من هون، يجب أن يبني الطالب مفاهيمه بما تعلمه خلال العام. يعني بدك إياه تعلم ذي معنى. ذي معنى طبعا. يعني هو راحوا أزغل خبرات قديمة مع خبرات جديدة وعملية الربط. لأن المعرفة هي مكتسبة من خلال العام، نعم، ولا تظهر من خلال يوم واحد أو خلال يومين هو بده يدرسه. نعم نعم. أنا بنصح إنه يلخص بنفسه أثناء المراجعة وبيبني مفاهيمه بشكل واضح، وأنا بظن نتيجة راح تكون أفضل بكثير من عملية الحفظ البصمي. آخر كلمة حضرتك تعطيني إياها. ما يهمل الرسومات الموجودة بالكتاب نهائيا، الدراسة دائما يجب أن تكون على الرسم في مادة العلوم أجل ربط المفاهيم العلمية مع بعضها البعض على الرسم. شكرا جزيلا، شكرا شكرا لحسن المتابعة، ونشكر ضيفينا في هذه الندوة المدرسة نابغة سوسو من مديرية تربية دمشق، والمدرس جهاد خير بيك من مديرية تربية اللاذقية، ولا أنسى يعني الذين تعاونوا معنا كما نشكر الأطر التربوية والفنية التي تعاونت معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.